ذهب الشيخ عبد الله لتهدئة الخواطر وتقريب وجهات النظر بين البلدين. أما الملف الشخصية محبوب من قبل اليمنيين أو الكثير من اليمنيين وأنا منهم، وشخصية عبقرية وتتوفر فيها الكفاءة والمقدرة على تسيير دفة الحكم، وقد حققت في عهده إنجازات كبيرة أهمها الوحدة التي كانت حلم، ثم التنقيب واستخراج النفط الذي هو أهم ثروات العالم. أما المشاريع في كل المجالات فحدث ولا حرج، كلها في عهد علي عبد الله الصالح، وهذا الذي نشهد له.